إذا هلا مطلوب على زاوية ألفا فايرنج أنجل زيرو، قلنا هي حسبنا إحنا الفولتج من المعادلة إذا متذكرين، ومنها حسبنا آي أفريج، ومن آي أفريج قلنا في آي أفريج لأنه دي سي هو نفسه آي لود آر إن إس، يعني هذا هو آي لود أفريج بيساوي آي لود آر إن إس. ليش؟ ليش هذا صحيح؟ لأنه دي سي، لأنه هو كونستنت دي سي، ليفل دي سي، ما فيش فيه ريبل، ما فيش فيه أي شيء. I load average بيساوي I load RMS لأنه الـ current constant. وليش فرضنا أنه constant؟ لأنه هذا الـ load heavily inductive load، فضل هذا هون عندي constant. بعدين رحنا حسبنا I S RMS، مشين هذا عبارة عن I source أو I supply. I supply إذا هون I supply RMS طلع 45.8. لاحظوا الـ S إيش بترمز؟ السبلاي او السورس. اذا هذا هون احنا بنحكي عن اي سبلاي، لكن هون ايش بنحكي؟ اي لود. بدنا نميز بين الاثنين. هذا اي لود عباره عن كونستنت دي سي، لكن اي سبلاي عباره عن اي سي، بس مش سينوسويدال. شو شكله؟ سكوير ويف. والسكوير ويف هاي كمان بوزي سكوير ويف، لانها اون ل 120 درجه، اوف ل 60، اون ل 120 بالنيجاتيف واوف ل 60 وهكذا. حسبنا الـ IRMS لهاي، طلعت معي 45.8 للسبلاي هينا هون. هلا الـ V source قديش كان عندي؟ قلنا 230 ولا 240 بالسؤال؟ 240. إذا متذكرين عندي V، هذا V phase ولا V line؟ V phase. إذا V phase RMS كان يساوي 240 فولت. هلا المطلوب إني أحسب الـ power factor تبع هاي الدائرة. لاحظوا هذا زي ما حكينا نون لينير لود، هاي اللود كله، هذا اللود لينير، بس هذا كله كيف عرفت انه نون لينير؟ ليش؟ ايش تعريف النون لينير لود؟ اذا حطيت عليه ساينوسويدال فولتج ايش الكرنت اللي بسحبه؟ نون ساينوسويدال. والهارمونكس اللي بسحبها هذا الحالة هاي راح تكون ان بي بلس 1. بي هون قديش؟ البلس نمبر 6. قديش؟ لانه عندي 6 pulses كل 360 درجة، 6 بنعوض 6 في 1 6 زائد ناقص 1 شو بعطيني؟ 5 و7، 6 في 2 12 زائد ناقص 1 شو بعطيني؟ 11 و13، 6 في 3 18 زائد ناقص 1 بعطيني؟ 17 و19. إذا هارمونكس هذا فيه هارمونكس الخامس والسابع، قديش الفريكونسي تبعتها الخامس؟ 50 و0 لا الفريكونسي 250 لأن الفندمنتال 50 هرتز، والسابع 350 هرتز، وال11 550، 650 وهكذا نضرب 50 هرتز، هذا بكون الفريكونسيز تبعت هذول الفاندمنتالز. اذا احنا لانه هذا نون لينير لود، ايش تعريف الباور فاكتور؟ تي على الاس. راح يكون الباور فاكتور للنون لينير لود بده يساوي تي اللي هي ريل باور على اس اللي هي ابارنت باور. ايش وحده بي؟ واتس. ايش وحده اس؟ إذا بدي أحسب الباور، الباور حسبناها في هذا الريزستر. كيف حسبنا الباور في الريزستر هاد؟ حسبنا الكرنت، والكرنت حسبناه اللي هو الأفرج، بس الأفرج بالحالة هاي للود بيساوي الآر إم إس لأنه الكرنت كونستنت. إذا أخذنا الآي أفرج اللي هو نفسه الآي آر إم إس، ربعناه وضربناه في آر، شو أعطاني؟ أعطاني الباور اللي عماله بسحبه هذا اللود. هل الإندكتر بسحب باور؟ لا. إذا صار عندي الريل باور حسبناها، قديش طلعت معنا الريل باور؟ 31 كيلو وات وشي؟ لا بس 31 كيلو. اذا طلعت معي الريل باور اللي بسحبها هذا بسحبها هذا الريزستر او باخذها 31 كيلو وات. ايش ضل الان احسب؟ اس. هلا لاحظوا اس بدها تساوي لسنجل فيز لود راح تساوي في فيز ار ان اس في اي فيز ار ان اس. لو صارت ل 3 فيز لود شو بتصير؟ هلا جذر الثلاثة إذا حولت هدول في لاين وآي لاين، بس تخليتهم في فيز وآي فيز شو بيساوي؟ ثلاثة. إذا هاي بتساوي في فيز آر إم إس، آي فيز آر إم إس. لاحظوا إذا حولت هدول للاين، واحد منهم إيش رح ينعمل؟ رح ينضرب بجذر الثلاثة، فبقسم هون على جذر الثلاثة، بصير نفس الشيء بيطلع معي. إذا 240، الآي آر إم إس قديش؟ إذا عندي هلا هون إس بتساوي ثلاثة، لانه للار راح احسب ابارنت باور، للاس راح احسب ابارنت باور، للتي راح احسب ابارنت باور، شو بقدر اعمل؟ بضربها بالثلاثه.
إذا صارت عندي هلا S بتساوي 3 مضروبة في V phase RNS اللي هي 240 في I phase RNS اللي هي 45 فبصير عندي 3 في 240 في 45.8 هذا الرقم شو لازم يكون بالنسبة لل 31 كيلو وات؟ أصغر منه ولا أكبر منه؟ لازم يطلع أكبر من هذا الرقم مش هيك؟ لأنه بصيرش الباور تكون أكبر منه. خلينا نحسب هذا الرقم قديش بيطلع معنا؟ تقريبا 32.97 كيلو وات. هل هو أكبر من هذا الرقم؟ الباور فاكتور إذا تقريبا قريب من كيلو بي إذا 32.7 كيلو وات. قديش بيطلع معي الباور فاكتور بالحالة هاي؟ بطلع 0.94 تقريبا 0.9